فاكر كنت بتتكلم في ايه قبل ما على ثلاثين طيبة. أنا قدام إضاءة مبهرة جدا تكاد تكون إضاءة ذهبية معايا؟ وببص كده لقيت إضاءة من هنا وإضاءة من هنا، وكأن في رأس مثلث فوق ورأس المثلث تحت وقاعدة المثلث فوق. لما أحس بكده لغاية كل اللي فوق كده صب في راس المثلث، عبد اقول اللي هو راسي انا. عشان بس نفهم علميا. علميا دي حركه في الطبيعه. اللي بقوله ده اسمه حساب مثلثات للكاميرا. الخط اللي جاي من هنا ومن هنا انطبقوا، فلقيت نفسي جوه المشهد. طالما الجناب لفت حواليا يبقى انا دخلت المشهد. هنا براعه في في تقديم الصورة الأولى. إن أنا بسحبك وبعدين بدخلك معايا وبعدين ودنك بتبتدي تسمع. ببتدي أبص ألاقي فجأة طلعت في الخارج. الناس دول إيه علاقتهم بالدول؟ الناس دول علاقة ده اللي بقول تفاعلي بقى. إن أنا اللي عمال بسؤالي الاقي الكاميرا بترد، بالسؤال التاني الاقي الكاميرا بترد، سؤال وهكذا، فانا عمال اتحرك مع الفيلم بجسمي كله. ده اللي بنسميه سينما انتراكتيف، اللي هي ديالوج مرئي سمعي مع مشاهد عينه وودنه، صوره مصغره للعين والودن بتاع الكاميرا. ففي قسم مشترك اعظم ما بين اللي قاعد واللي خارج، اللي بعيد والقريب، في قاسم منهم. مرة تضيق المسافة، مرة تتسع، مرة تيجي حسب النغمة في الغناء أو نغمة في الذكر. ده التفاعل فيه. هذا التفاعل بتنقل للمشاهد.